معنا الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر، وهو الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة. الشيخ السلام عليكم ومساك الله بالخير. السلام عليكم الشيخ. ما يسمعني؟ شو موضوع الاتصال عندكم اليوم؟ طيب، يقول لا تنسون منطقة الرق محتاجة مدارس إن شاء الله. أكيد ما أنشئت المنطقة هذه إلا أنها ستغطى من كل الاحتياجات أخي الفاضل إن شاء الله. أخي الشيخ شيرزاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور والسرور. حياك الله شيخ. توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تعيين خريجي جامعة الشارقة أو المواطنين بشكل عام في التخصصات اللي هي الدراسات الإسلامية، ما هي التوجيهات التي وردتكم؟ هل بدأتم بالمقابلات؟ هل بدأتم بالتعيينات؟ كم تم التعيين إلى الآن؟ أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة مجمع القرآن الكريم بالشارقة هو واحد من أكبر المجامع القرآنية في العالم، وقد لا تجدون تعريفا كثيرا لهذا المجمع في وسائل الإعلام، لأنه يعني حقيقة هناك بشرى كبيرة بانتظار كل المتابعين للشأن القرآني. هذا واحد من أكبر المجامع القرآنية في العالم، وسيكون مفخرة بحق وهدية عظمى مقدمة لأهل القرآني سواء في داخل دولة الإمارات أو خارجها. الحقيقة هذا المتحف هو متحف متخصص، هذا المجمع هو مجمع متخصص ويضم متاحف متعددة ويضم مقارئ إلكترونية ويضم. الشيخ نحن نريد التركيز على قضية التوظيف. نعم. الشيخ حتى سوف يأتي وقت نتحدث بالتفصيل إن شاء الله في عن المجمع. كون المجمع متخصص في علوم القرآن، تم حقيقة تم تعيين قرابة 15 من خريجي الدراسات الإسلامية، لكن هذا الموضوع مرتبط في الحقيقة أبو راشد بمكرمة سابقة صدرت من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتعيين 10 من خيرة الكفاءات من علماء القراءات في العالم الإسلامي، وتم استقطابهم وهؤلاء باشروا في العمل. الآن عندنا 15. ال15 هذيل الشيخ باشروا ولا حديثو تخرج من خريجي الدراسات الإسلامية؟ هؤلاء يكملون مشوار هؤلاء العلماء الأجهلاء الذين تم استقطابهم في مجمع القرآن الكريم. لا أنا أقصد طيب الشيخ، بس إذا سمحت لي لو شيخ أنا أريد التركيز، هؤلاء ال15 هل تم مقابلتهم؟ هل تم تعيينهم ولا لما بعد؟ نعم، تمت مقابلة هؤلاء، وتم اختيار 15 من خريجي الدراسات الإسلامية. ركزنا على الفقه وأصوله، ركزنا على الشريعة، ركزنا على علوم القرآن، وتم الاختيار وتم تعيين هؤلاء، ونحن في إجراءات التعيين بإذن الله تعالى. أيضا أين تمت المقابلات؟ نعم، المقابلة تمت في دائرة الموارد البشرية في الأسبوع الماضي، وكان عندنا معايير، وضعنا لأنفسنا معايير حقيقة بما يتناسب مع طبيعة العمل في المجمع، وتمت المقابلة وتم اختيار هؤلاء، والآن احنا بصدد إكمال إجراءات التعيين لهؤلاء. أبو راشد، نعم. المجمع طبعا لما يفتتح بعد، لكن حينما يفتتح هؤلاء سوف يكونوا يعني جاهزين لبدء العمل إن شاء الله. بالتأكيد، وهؤلاء يكملون مسيرة العشرة العلماء الأجلاء الذين تم يعني استقطابهم وتعيينهم بأمر من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. بارك الله فيكم. نعم، لأنه المركز متخصص، المجمع متخصص وراشد، لابد لعلماء أجلاء يأخذوا بيد هؤلاء حديثي التخرج حتى تكتمل المسيرة. نعم، بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الشيخ على التوضيح، وأحسن الله إليكم. حياكم. أشكر الشيخ، جزاك الله خير.